أتمنى تحقيق هذا الحلم، لأن إحنا داخلين على مرحلة صعبة. إيه هي المرحلة الصعبة دي؟ حاليا إحنا بنواجه الأفروسيمتريك عن طريق المراجع والكتب والحاجات دي. الإخوة الأفرو بيجهزوا حاليا مجموعة من العلماء البيض والسود اللي بيحرفوا الكلمات وبيحرفوا المراجع وبيحرفوا الآثار علشان يخلوا المواجهة المرة الجاية بين الناس أو المصريين وبين العلماء. فأنت زي ما احنا ما بنشوف دلوقتي لما بنكلم أي حد يقولك أصل فلان الفلاني قال، أصل علان العلاني قال، أصل فلان الفلاني فسر الأثر ده بالطريقة كذا. فالموضوع دخلنا عليه، هندخل عليه بطريقة أكثر همجية أو شراسة، إن أنت هتواجه علماء كلامهم هيبقى عند بعض الناس قانون، وإحنا عارفين الخطر اللي احنا داخلين عليه. فلازم نثقف المجتمع المصري ونخرج الحضارة المصرية القديمة بعيد عن بوتقتها المدربة اللي من زمان، اللي هو علشان لما تيجي تتكلم عن أثر لازم الدنيا تبقى مظلمة ولونها رمال وصحراء، وواحد يجي يتكلم بطريقة كده تنرفزك وانت بتتكلم، وآتون وهاتوا آتون لا، أنا بطالب لأي مسؤول في البلد اعملوا قناة كاملة بتتكلم عن الحضارة المصرية القديمة بالستايل الحديث، بمعنى ان احنا نعمل برنامج في الجرافيك اللي انا شفته في جودر، في جرافيك في اللي انا شفته في المتحدة، برامج تكون وثائقية بتتكلم عن الحضارة المصرية القديمة، الحاجات اللي محدش بيتكلم عنها. نبعد بقى عن حتشبسوت وانها كانت ماشيه مع سينمون، حكايه كليوباترا موتت نفسها عشان خاطر انطونيو ولا عشان خاطر مش عارفه مين، الكلام اللي يجيب لينا الكلام بصراحه، لان الحضاره المصريه القديمه فيها الكثير من المواضيع اللي بتثير الشغف. يعني ناشونال جيوغرافيك بتاكل عيش على قفانا، شوفوا البرامج اللي عندها اللي بتتكلم عن الحضاره المصريه القديمه دخلها عامل ازاي. فلو عملنا قناه اسمها ايجيبتولوجي اللي هو علم المصريات، وبدأنا نثقف الشعب كله من الصغير للكبير، الموضوع هيختلف، لأن حتى في علماء مصريات أنا شفتهم بيزوروا إزاي؟ لقيت واحدة متخصصة في الأكل بتقول إن مفيش فسيخ عند المصريين القدماء. طب ليه بقى؟ علشان مفيش الطريقة مش موجودة. طب ما إحنا عندنا سمك مملح. لا، عشان ممكن يكون طريقة التمليح غير التمليح اللي موجودة حاليًا. طب دوق السمكة المتحنطة حضرتك عشان نثبت. إزاي؟ ازاي دي واحده بتتكلم عن الاكل المصري ومتخصصه في الاكل المصري. تاني حلقه، المصريين القدماء ما كانش عندهم فول. يعني ايه ما كانش عندهم فول يا استاذه؟ يعني ما كانش موجود، دخل في العصر اليوناني والروماني. لا يا استاذه، الفول كان موجود حضرتك بس ما كانش اكله رئيسيه، ظهر مع العصر القبطي عصر مسيحي، علشان الاخوه المسيحيين المصريين لقوا نفسهم بقوا يطلعوا من دفاترهم القديمه وياكلوا الاكل المصري اللي هو بقوليات، بس بقوا يبعد عن الروح. ما كانتش وجبه اساسيه بس كان موجود، كانت موجوده الاكلات. فهمتوا انتوا التزوير عامل ازاي؟ واسمها عالمه كبيره متخصصه في الاكل. في عالمه تانية برضو الاستاذ عمرو واكد جابها في حلقه عشان يثبت ان الاهرامات مش مصريه، وانا مش عارفه كان عايز يثبت ايه، مش فاهم الاستاذ عمرو واكد دخل ليه في الموضوع اصلا. وجاب الاستاذه ايه عالمه مصريات برضو بتتكلم بقى، واصطاد بقى منها الكلام بقى، ومحدش يقدر يراجعها لانها دكتور. لما تيجي بقى تعمل لي قناه كامله فيها اكتر من وجه، مش وجه واحد، مشكلتنا في الحياة إن عندنا وجه واحد، دكتور زي حواس بس، دكتور مصطفى وزيري بس، دكتور مش عارفة مين بس، دكتور سليم حسن بس. أنا أعرف الناس كلها عارفة سليم حسن وما تعرفش أحمد فخري، يعرفوا الدكتور عبد الحليم نور الدين وما يعرفوش مثلا دكتور مثلا عبد العزيز صالح. فاهمين ليه؟ لأن بيظهروا ده، يظهروا وجه واحد فقط والوجه الآخر لا يرى أحد. وده ليه؟ علشان ما يبقاش عندنا نوع من انواع الثراء العلمي. اللي عمل الموضوع ده مين؟ مريض، هو قال كده، قال احنا مش عايزين، هو ومسبيرو قال احنا مش عايزين الشعب المصري ده يعرف قيمه الاثار اللي تحت ايده، عشان ساعتها هيقفلوا عننا الحنفيه دي وخلاص خلصت على كده، فالمفروض ان الشعب ده ما يوصلوش اي معلومه، وده اللي بيحصل. انا عايزه القناه يكون فيها برنامج يتكلم عن الاستايلات المصري ويستضيف مصممين مصريين بيستوحوا تراثهم او بيستوحوا موديلاتهم من الحضاره المصريه القديمه، ويورونا الستايل القديم مع تطوره في الستايل الحديث. ساعتها هنسكت ناس كتير جدا. برنامج بعديه يجي بيتكلم عن اللغه المصريه القديمه وازاي نعلمها للكبار،
ووجه تاني. يعني الحلقة الأولانية يكون أثري هو اللي بيديرها، أو مذيعة مثقفة هي اللي بتديرها. وأتمنى إن يكون أثري، لأن إحنا عندنا أثريين فعلا حلوين في الحتة دي، مش لأن عندنا برضو متخصصين. يعني أنت لما بتيجي تقرأ كتاب عن الفن، كتاب عن الطبخ، كتاب عن المسرح، الكتب دي ليها متخصصين مصريات، فجيبهم بقى بما انكم بقى ما فيش شغل في الآثار، خلاص جيبوهم بقى في هذا المجال. حاجة تانية ايه ده بالنسبة للغة، برنامج اللغة للكبار. هنعمل برنامج لغة للصغيرين، نجيب مذيع او مذيع يكونوا من الشخصيات البيبي فيس اللي هم اللي طوف اللزاز، ويبتدوا يعلموا الاطفال اللغة المصرية القديمة. ان شاء الله حتى نخرجهم من البرنامج ده بيعرفوا يكتبوا اساميهم باللغة المصرية القديمة. اطلعوا بقى من بوتقة المتاحف، لان انا عارفه ان في ناس هتقولي طب ما المتاحف بتعمل كده، لا، من البوتقه بتاعت المتاحف، عشان في ناس اساسا ما بتعرفش ايه اللي بيحصل في المتاحف، وانا واحده منهم. يعني انا اكتشفت ان في نشاطات كتيره جدا بتحصل في المتاحف، بس انا عايزه وانا في بيتي. يعني سهلوا علينا الامور، اعملوا حاجه ليها قيمه للاولاد. تاني حاجه اعملوا برنامج للاكل، ونجيب الاكل المصري وازاي نعيد طبخه مره اخرى واظهاره مره اخرى، واظهار الاكلات اللي كانت موجوده عند المصريين القدماء، وايه الفوائد اللي في الاكل، والمصريين القدماء اخترعوا ايه، وتجيبوا شيف، وتجيبوا برضو واحد متخصص في الاكل يكون وطني. كل اللي انا بتكلم عليهم دول يكونوا وطنيين. يعني ايه وطنيين؟ يعني يوم ما هيقولوا معلومه يقولوا معلومه بطريقه تفيدنا. وبرنامج يكون حواري، نجيب ناس بيتكلموا في مواضيع ويخليهم نتناقش ونتناقش، ونشوف ايه اللي صح وايه اللي غلط، وايه الادله اللي هنا وايه الادله اللي هنا، وتكون مناقشه محترمه. وبرنامج تاني ها نتكلم عن الوثائق بقى، حياه الملوك بقى والبرديات، وكل وبقى برنامج للبرديات، وبرنامج للمواقع اللي موجوده في مصر، وبرنامج للاسرار. ده القناه دي لو فتحت هتكسب مصر ملايين. ليه؟ مش من فراغ. اول حاجه المصريين هيتفرجوا، ثانيا الاجانب هيتفرجوا، ثالثا ممكن العرب يتفرجوا. فانت كده عملت حاجه معشوقة الجماهير بطريقه هتجذب الجماهير وتعلم المصريين. احنا لوحدينا 100 مليون، يعني احنا 4 دول مدموجين على بعض، فحتى لو انت عملتها لينا احنا بس كفايه، مش لازم الحاجه تبقى للاخرين، كفايه احنا لتثقيفنا احنا واظهار الحضاره المصريه القديمه بطريقه للشعب. وده هدفي من ساعة ما فتحت القناة من 2018، ان انا عايزة كل الشعب المصري يبقى مرشد سياحي، اللي هو ما بقاش ماشية في المتحف الاقي واحد بيخرف وانا اسكت وما اقدرش ارد عليه. لا، انا كمصرية مش لازم اكون دارسة، مش لازم، بس ببقى عارفة. فاتمنى لو الفكرة دي عجبتكم شيروا الفيديو ده، خلوا يعني نشوف بعنينا قناة كاملة اسمها ايجيبتولوجي، ونشوف كل اللي انا بقولك عليه ده، ونظهر الناس اللي عايزه تظهر. يا جماعه الموضوع هيفرق في الكثير من المواهب المصريه المندثره.